أدان الأزهر الشريف هجمات فيينا الإرهابية داعيا جميع الهيئات والمؤسسات الدولية إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب والتضامن من أجل نشر السلام في ربوع العالم وضحط العنف والكراهية. هذا وشدد الأزهر الشريف في بيانه على أن قتل نفس واحدة هي قتل للإنسانية جمعاء، وأن حق الإنسان في الحياة من أسمى المقاصد في جميع الشرائع والقوانين. كما تقدم شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بخالص العزاء إلى دولة النمسا قيادة وشعبا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.